السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس فارس جيمز، مقطع جديد فيفا 17. كيف تسوي ملعب برشلونة؟ طبعا زي ما طلبتم انتو كيف تسوي ملعب برشلونة، راح اوريكم كيف. تروح تخصيص، ثم تعدد الفرق، ثم ملاعب، بعدها تروح الى اسبانيا. طبعا اتمنى توصل هذا المقطع فوق 20 لايك وتقترحوا لي من النادي القادم. فتروح برشلونة وتروح تحط ملعب الجرينديسو وتسميه كامب نو، فتحت تم واحفظ واخرج. فالمهم وش اسمه، طبعا اذا تبغون كرير الفيحاء ينزل قريبا، وصلوا مقطع النصر فوق 20 لايك، وهذا المقطع انت اقترحوا لي من الملعب الجاي. فتروح مهنة مدير اسبانيا، ثم انا تروح فين برشلونة. اوه اسبانيا مو زينة، انا غلطت عكست اسبانيا هي، ثم برشلونة، بعدها اوبشنز الكامب نو، وتحط تخصيصات الحالية. طبعا يمكن بعد هذا المقطع اقطع عنكم 3 ايام الين يوم مثلا ان شاء الله السبت او زي كذا، ويمكن اذا صورت مقاطع انزلها لان بسافر. فزي ما طلبت لكم اذا تبوا سلسلة الفحاء 20 لايك لمقطع النصر، والحلقة القادمة من سلسلة الملاعب وصل هذا المقطع 20 لايك. فارس فارس جيمز، مع السلامة.